السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من التلفزة التونسية، هذه عناوينها: بدء أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، ورئيس الجمهورية يؤكد أن الطاقة هي من بين أهم التحديات الراهنة. في تجربة نموذجية، تركيز أول محطة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بمؤسسة تربوية في ولاية منوبة، تنفيذاً لبرامج الانتقال الطاقي لوكالة التحكم في الطاقة. استشهاد نحو 100 فلسطيني في العدوان الغاشم على غزة خلال الساعات 24 الماضية، والسلطة الفلسطينية تأمل في التوصل لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان. أهلا بكم. في كلمة ألقاها رئيس الجمهورية قيس سعيد على هامش مشاركته في أشغال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الجزائرية الجزائر، شدد رئيس الدولة على أن موضوع الطاقة يعتبر من بين التحديات، خاصة بعد أن فرض عليه طوق حصار في مستوى الاستكشاف والتنقيب والأسعار، مشددا على أن إرادة الشعوب كانت تعمل على فرض سيادتها على مواردها الطبيعية، وهذا الاجتماع حسب رئيس الجمهورية دليل على هذه الإرادة لفرض السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية. وكانت القمة السابعة لمنتدى رؤساء الدول والحكومات المصدرة للغاز قد انطلقت بالعاصمة الجزائر بمشاركة رئيس الجمهورية قيس سعيد لبحث سبل التعاون المشترك ورسم السياسات الطاقية المبنية على الغاز الطبيعي مستقبلا. تقرير زين المليكي والمزيد من المعطيات. بمشاركة رئيس الجمهورية قيس سعيد كضيف شرف بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، انطلقت أشغال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الجزائرية الجزائر. وتبحث القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة لهذه الطاقة بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات المحتملة وسبل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في المنتدى لتطوير الابتكارات في مجال بحوث الغاز. كما ستساهم هذه القمة التي تعتبر منصة للتعاون والحوار بين أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز في رسم مستقبل الطاقة ومنها الغاز الطبيعي، لدعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من هذه المادة والمساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقي العالمي. وسيتم في ختام هذه القمة المصادقة من قبل رؤساء الدول والحكومات على إعلان الجزائر الذي سيتضمن التنسيق حول البنية التحتية للغاز وكيفية حمايتها من الحوادث ومزيد استغلال هذه الطاقة النظيفة في التحول الطاقي الدولي. ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، يشكل أعضاؤه 70% من احتياطات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40% من الإنتاج المسوق، و47% من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي. ولمزيد من المعطيات بخصوص فعاليات هذه القمة، تنضم إلينا مباشرة من الجزائر مفادة الأخبار حبيبة العبيدي. حبيبة، إذن لو تضعين في تفاصيل هذه القمة وأهمية المشاركة التونسية فيها. نعم، تحية طيبة لك ليلى ولكافة مشاهدي القناة الوطنية الأولى. إذن انطلقت ومنذ نحو ساعة بالمركز الدولي للمؤتمرات الشهيد عبد اللطيف الرحال بالعاصمة الجزائر فعاليات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تشارك فيها تونس اليوم كضيف شرف. معلومات حول هذا المنتدى ليلى: هو يضم 12 دولة مصدرة للغاز بصفة عضو دائم، إضافة إلى جانب 7 أعضاء ملاحظين. ويناقش المنتدى ليلى الذي انطلق بكلمات ترحيبية وافتتاحية لرؤساء وزعماء الدول المشاركة في هذا المنتدى، يناقش التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية، وذلك بهدف ضمان استقرار الأسواق العالمية خاصة في ظل الاضطراب الحاصل في سلاسل التوريد، وذلك منذ اندلاع الأزمة الروسية
الأوكرانية. ليلى، معظم هذه النقاشات واللقاءات والكلمات لزعماء وقادة الدول المشاركة ستختتم في بعد حين بالمصادقة على وثيقة إعلان الجزائر التي ينتظر أن تحدد الأهداف الأساسية والموقف المشترك للمنتدى لرسم مستقبل الطاقة. وكان لرئيس الجمهورية قيس سعيد منذ قليل في كلمته الافتتاحية قد أكد على الدور الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين والعمل على مزيد تطوير هذه العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين الشقيقين. كما من المنتظر ليلى أن يكون لرئيس الجمهورية عدد من اللقاءات مع عدد من الزعماء والقادة في هذا المنتدى، وستكون لنا ليلى طبعا تغطية لمشاركة تونس في هذا المنتدى ولأشغاله ولبيانه الختامي. نعم، مفادة الأخبار إلى الجزائر حبيبة العبيدي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات، وأكيد ستكون لنا متابعة لفعاليات هذه القمة خلال نشراتنا اللاحقة. في شأن آخر، تنفيذا للرزنامة التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمت صباح هذا اليوم وفي كامل جهات الجمهورية عمليات القرعة لاختيار أعضاء المجالس الجهوية، والبالغ عددها 24 مجلسا بواقع مجلس جهوي عن كل ولاية من ولايات الجمهورية، حيث تم اختيار ممثل واحد عن كل مجلس محلي في المجلس الجهوي عبر آلية القرعة. ومن المنتظر أن تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم ندوة صحفية للإعلان عن التركيبة النهائية لجميع المجالس الجهوية، وسيتم التداول على عضوية المجلس الجهوي بين أعضاء المجالس المحلية لمدة 3 أشهر، ولا يحق للعضو الذي انتهت مدة تمثيليته المشاركة في القرعة من جديد. وكانت مقرات معتمديات الجمهورية كافة شهدت أمس تركيز المجالس المحلية المنتخبة، وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. تم أمس تركيز أول محطة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بمؤسسة تربوية بمدينة طبربة من ولاية منوبة، تتنزل ضمن تنفيذ مشاريع وبرامج الانتقال الطاقي للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تجربة نموذجية رائدة تعزز أهداف البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة بالمؤسسات العمومية. مفيد الماجري والروبورتاج التالي. تنفيذا لبرنامج الانتقال الطاقي في مرحلته النموذجية التي تحث المؤسسات العمومية على الانخراط في مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تم تركيز هذه المحطة الفولتضوئية بمعهد حنا بعل بطبربة بقدرة انتاجية عالية تمكن من تغطية حاجية المعهد من استهلاك الطاقة. المشروع هذا باش يشمل اكثر من 200 مؤسسة، اكثر من 200 بناية تابعة للمؤسسة، وفي المرحلة النموذجية هذه بدينا 55 بناية تابعة ل 54 مؤسسة تربوية، واللي مع بعضهم يجيوا 1 ميجاوات من الطاقة الشمسية اللي تم تركيزها على الأسطح بتاعها الليسيات هذوما والمدارس هذه. اليوم القدرة اللي راكبة تغطي 100% من استهلاك المعهد. هذا علاش اليوم حبينا نوريو الإمكانية متاع تغطية 100% من استهلاك المعهد، على خاطر الإطار القانوني والتعريفي بتاع تونس إطار خصوصي شوية وعاون المؤسسات هذه التربوية وأنه تغطي الاستهلاك بتاعها 100%. حقيقة هذه تجربة نموذجية تبرهن على المقاربة المنظومية اللي تراهن عليها الوزارة منذ مدة. البرنامج هذايا بإذن الله باش يكون يشمل كافة المؤسسات التربوية. احنا بدينا في بداية هي 100 مليار من المليبات، انطلقنا بها هذه كمرحلة أولى، وإن شاء الله البرنامج ماشي يشمل كافة مؤسساتنا التربوية اللي تعد قرابة 6500 مؤسسة. وبتركيز محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بهذا المعهد، تكون وزارة التربية قد انخرطت في برنامج توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ب 55 مؤسسة تربوية في عدد من ولايات الجمهورية، وقد تم في مرحلة أولى اختيار المؤسسات ذات فواتير استهلاك الكهرباء المرتفعة. من الإحصاء الأولاني عملنا 500 مؤسسة، احنا الإحصاء شمل كافة المؤسسات التربوية.
شفنا نوعية الإضاءة، شفنا الأسطح وقدرتها على تحمل التجهيزات هذه. الحقيقة احنا الاستهلاك بتاع الكهرباء مبالغ مفرطة، مبالغ ترهق ميزانية بتاع الوزارة وميزانية مؤسساتنا التربوية، وتأثر حتى على سير مؤسساتنا التربوية. إن شاء الله بالبرنامج هذا مش بطيعة الحال مش نقلصوا من الاستهلاك. هذا المشروع النموذجي الأول من نوعه في المؤسسات التربوية عملت على تركيزه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعمين من البنك الألماني للتنمية وصندوق الانتقال الطاقي. المشروع هذا يتم تنفيذه بدعم مالي وفني من عند التعاون الألماني من خلال البنك الألماني للتنمية الكاف دبليو في بقرض في حدود 49 مليون أورو، يعني في حدود 160 مليون دينار تقريبا، ومساهمة من صندوق الانتقال الطاقي في حدود 16 مليون دينار. وبطبيعة الحال فما دعم فني مفرطه الكاف دبليو في والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في حدود 5 مليون أورو، يعني في حدود 16 مليون دينار. هذايا باش يشمل المشروع هذايا باش يشمل أكثر من 200 مؤسسة. إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المؤسسات العمومية شمل إلى حد الآن قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة وبعض القطاعات الأخرى التي تتمتع بنايات مؤسساتها بشهائد الملكية، على أن يتم لاحقا تعميم هذا البرنامج بجميع البنايات التابعة للمؤسسات العمومية. انتظم اليوم بساحة الحكومة بالقصابات تجمع عمالي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على تعطل الحوار الاجتماعي ودفاعا عن استحقاقات الشغالين بالفكر والساعد وفق بيان المكتب التنفيذي للاتحاد. وطلب الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي خلال كلمة ألقاها بتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الحكومة منددا بتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين. في مشغل صحي وتحت شعار شهر مارس الأزرق لنتجند ضد سرطان القولون، تحتفي تونس بهذه التظاهرة التي تشكل فرصة مهمة للتوعية بخطورة المرض في ظل ارتفاع الأرقام المسجلة عاما بعد عام. المزيد في روبرتاج شيراز الخادمي، نتابع. بهدف التقصي المبكر والوقاية من سرطان القولون والمستقيم الذي يعتبر السرطان الثاني لدى المرأة والرابع لدى الرجل والذي يصاب به سنويا في تونس أكثر من 3000 شخص، نظمت وزارة الصحة تظاهرة مارس الأزرق للتوعية بأهمية التقصي والوقاية من هذا المرض. يوم مفتوح احنا مش نعملوا 3 كيلومتر محسوب مشي على الأقدام بارتداء يعني لون الأزرق، خاطر مارس بلو هو فيه لون للرمزية كما الأكتوبر الوردي هو مارس بلو. 3788 حالة في السنة، فنحن سرطان هذايا يطلب منا جهد كبير وعمل للتقصي للتوعية والتحسيس للمواطنين أنهم يتفقدوا رواحهم. 9 حالات على 10 نجم يبرى، وإحنا في الفعاليات هذية باش تعطينا بعد وقائي كبير وإن شاء الله المواطنين يحبوا يعرفوا عليه ويمشوا يتقصوا. أهمية التقصي المبكر هو كون نجم نفيق به في الأطوار الأولى، مثلا وقت يكون في صدد تكوين. على قد ما نقصوا أبكر على قد ما النسبة متاع الشفاء الإمكانية متاع الشفاء تكون أكبر، كذلك نحسوا إلى أهمية التغذية المتوازنة بالنسبة لبوغ لبريفونسيون متاع الكانسير دو كولون، على خطر لازم نعرفوا اللي لازم نبعدوا على اللحوم المصنعة بالنسبة لسرطان القولون، لازم نبعثوا على اللحوم الحمراء، هو الفئة المستهدفة هي من 50 سنة إلى ما فوق. دونك ماذا بينا نركزوا على زاد التغذية الغنية بالألياف على غرار الفواكه والخضروات. المشاركون في التظاهرة اعتبروا هذه البادرة فرصة مهمة للتوعية والتحسيس بأهمية التقصي المبكر من هذا المرض بهدف الوقاية. شن نكتشف التظاهرة كيفاش العبد يفيق بالمرض وكيفاش يزمو يعمل تقصي، معناها يعمل اناليز دونك سي بور سا
وفرصه بوغ موا باش نحسس الناس اللي نعرفهم ونوعيهم. واحنا لي زامي دو لا مارش ديما نحبوا لي زيفينمون هذوما نحضروا فيهم ونظهروا اش معناها قيمه التغذيه وقيمه السبور باش يبعد علينا هذه الامراض وردوا بينا وقد ما ردوا بينا وننصحوا بعضنا والحمد لله اللي ثم حاجات كيما هكايا والتوعيه هذه موجوده في تونس. باين ويكون عندنا ديستون كيما هكا ومارش يوعي على اهميه مكافحة سرطان القولون، خاطر السرطان هذا متفشي وصعيب ياسر انهم يفيقوا به. الوقايه خير من العلاج، معناتها واحد يعمل ديما دي كونترول، سورتو هوني نتاع توسكي كونسير نتاع الكولون باش يحمي روحه. وتضع وزارة الصحة على ذمة المواطنين مجانية التقصي لسرطان القولون والمستقيم، خاصة بالخطوط الأولى من عيادات الصحة العمومية. ضمن تطورات الوضع في الأراضي المحتلة وفي اليوم 48 بعد 100 من العدوان على قطاع غزة، ارتكب الاحتلال مجازر جديدة في حق الفلسطينيين العزل، بينما يتوالى التنديد الدولي بمجزرة النابلسي والتشكيك في رواية المحتل حول هذه المأساة. تقرير ليلى الجواتي والمزيد. ما زال الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، وخلال 24 ساعة الماضية ارتكب المحتل 10 مجازر، ما أسفر عن استشهاد 92 فلسطينيا وإصابة 156 آخرين بجروح وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع. ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي إلى 30,320 شهيدا و 71,533 جريحا. يأتي ذلك يومين بعد مجزرة بشعة ارتكبها الاحتلال في حق مئات المدنيين أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات عند دوار النابلسي، راح ضحيتها 116 شهيدا وأضعافه من الجرحى وفق حصيلة جديدة. وقد شكك مسؤولون أمميون في رواية الاحتلال حول هذه المجزرة، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى فتح تحقيق في المجزرة، بينما طالب رئيس المجلس الأوروبي بتحقيق فوري ومستقل. كما طالبت واشنطن بتقديم أجوبة بعد المأساة وبالتوصل إلى اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار، فيما دعت بريطانيا إلى تحقيق عاجل ومحاسبة بعد المجزرة، مشددة على أنه لا يمكن فصل المجزرة عن إمدادات المساعدات غير الكافية التي تدخل للقطاع المحاصر. فرنسا من جهتها حملت المحتل مسؤولية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدة أن الوضع الإنساني كارثي. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد شككت في رواية جيش الاحتلال بشأن المجزرة، متهمة إياه بتعديل المواد المصورة التي بثها، وادعى أن من استشهدوا سقطوا جراء عملية دهس وتدافع. ووجهت مجزرة نابلس ضربة لجهود الدول الوسيطة التي كانت تأمل في التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان القادم. في أخبار الرياضة، يلاقي الترجي الرياضي التونسي الهلال السوداني مساء اليوم بملعب رادس انطلاقا من الساعة 8 ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ويملك الترجي الرياضي فرصتي التعادل أو الانتصار للتأهل لربع النهائي. الترجي الرياضي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بيترو أتلتيكو الذي يباري النجم الساحلي مساء اليوم انطلاقا من الساعة 8. المباراة اللي فاتت عملنا مردود جيد جماعيا، شفنا ذاك سورتيرا، هذاك اللي باش يزيد يعطينا دافع انه باش نقدموا كل ما عندنا. وكما قلت انت تنجم تكون المسؤولية كبرت قدام جماهيرنا اللي عودونا ديما حاضرين وديما في المواعيد في المباريات كيما هكا، ويستناو منا ديما مردود جيد، ونحن عاقدين العزم باش نقدم المردود هذاك وجمهورنا يروح فرحان. وفي كرة القدم العالمية، بدأت السعودية حملتها الرسمية لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2034 في وقت تواصلت فيه خيبة بايرن ميونخ في البطولة الألمانية، فيما تابع الهلال عروضه القوية في دوري النجوم السعودي.
أطلقت السعودية حملتها الرسمية الخاصة بملف استضافة نهائية كأس العالم عام 34 و2000، إذ كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن شعار الحملة لننمو معا، مكونا من شريطين متعددي الألوان يشكلان الرقم 34. وقال الاتحاد السعودي بأن شعار حملة استضافة المونديال مصمم ليعكس جوهر تراث المملكة السعودية الغني. رايب أمتي لقاءات الأسبوع 22 من دور النجوم السعودي، تغلب الهلال على ضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. أهداف الهلال الثلاثة تناوب على تسجيلها كل من صالح الشهري وملكوم دي أوليفيرا وسعود عبد الحميد، فيما تحقق هدف الاتحاد الوحيد عبر الفرنسي نوغولو كونتي. الهلال بفوزه على الاتحاد عمق الفارق بينه وبين ملاحقه النصر إلى 9 نقاط. وضمن منافسات الجولة 15 من دور النجوم القطري لكرة القدم، انتصر الريان على شاره العربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويدين الريان بالفضل في انتصاره على العربي إلى تألق محترفه البرازيلي روجي جيديس الذي نجح في تسجيل 3 أهداف، في حين تحقق هدف العربي عبر يوسف المساكني وعمر السومة من ضربة جزاء. الريان رفع رصيده في المركز الرابع إلى 28 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر السد، فيما يحتل العربي المرتبة السابعة ب15 نقطة. بأجواء الرياضة نصل إلى ختام النشرة، هذا تذكير بعناوينها: بدء أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، ورئيس الجمهورية يؤكد أن الطاقة هي من بين أهم التحديات الراهنة. في تجربة نموذجية، تركيز أول محطة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بمؤسسة تربوية في ولاية منوبة، تنفيذاً لبرامج الانتقال الطاقي لوكالة التحكم في الطاقة. استشهاد نحو 100 فلسطيني في العدوان الغاشم على غزة خلال الساعات 24 الماضية، والسلطة الفلسطينية تأمل في التوصل لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان. وبإمكانكم مشاهدينا متابعة نشرتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. في أمان الله.